بإيد ونزعل ونطرح الأفكار كل شي رح ينسأل تاني نشوف الأسرار مساء الخير لكل المشاهدين، مساء الخير لكل ضيوفي، ومساء الخير للضيفة التي ستحسم. بدون زعل بحلقته رقم 80 واللي هي الحلقة الأخيرة واللي بتصادف بعيد الميلاد المجيد، هالعيد اللي السماء فيه مفتوحة لكل المطالب المحقة ولكل الأمنيات الحلوة، وهالعيد اللي عطوله بنختصره بجملة واحدة يمكن هي أنه الله يشفي كل شخص موجوع شو ما كانت طبيعة وجعه ووين ما كان هالشخص. بدون زعل وشعاره الدائم هيدا رأيي وهيدا موقفي من هيدا الموضوع. مواضيعنا ليلى من وحي العيد ورح تتنوع باشكال مختلفه. رح نبدا مع الهدايا والمفاجات والنحفات اللي صارت معنا بحياتنا، رح ننتقل على التوقعات. ايه التوقعات، ضيوفنا كمان بيتوقعوا مش وقفت عليهم، ممكن يعوزوا هالمهنه شي نهار. والختام بيكون مع قراءات لرساله للبير نويل، بنشوف كل واحد شو تمنى وشو طلب. انما البدايه بتكون هالمره مع اول روبورتاج اللي له علاقه بالهدايا والمفاجات. يمكن فكرة بابا نويل ضلت عايشة ورح تبقى عايشة لقرون وقرون لأنها بتعجب الكبار يمكن أكثر من الصغار، وعنصر المفاجأة لما يكون بيحمل الفرح بيجذب الطبيعة البشرية، يمكن هيدا منحمله بتركيبتنا الجينية. فحتى الأشخاص يلي ما بيحبوا يحتفلوا بأعياد ميلادهم أو أي مناسبات بيسعدوا كتير لما يلاقوا باقة ورد على مكتبهم، أو اكتشاف إنه شريك حجز لهم ويك إند طويل بمنطقة نائية أو على البحر، أو حتى كانت العيدية سفر طويل عند الأحباب يلي افتقدناهم كتير. والمفاجأة دايماً بدها سيناريو إخراج مبكر وتمثيل متقن، وإلا بتفشل الخطة والهدية ما بتعود هدية. بالخلاصة يمكن المفاجأة السعيدة هي أكثر ما في الحياة يلي بيجذب الكبير مثل الصغير، والغني مثل الفقير، والمرأة مثل الرجل. وكل ما انحبك السيناريو كل ما كانت المفاجأة أسعد. بحياة ضيوفنا الكثير من النهفات والذكريات، الهدايا والمفاجآت يلي ما ممكن ننسيها، خاصة هدايا فترة الأعياد. ضيوفنا شو بيتمنوا هالسنة من هدايا يحملون إياها بابا نويل ومن مين؟ وهني بدورهم شو رح يهدوا ولمين؟ مساء الخير كريستينا. مساء النور. خلينا نبدأ من الأول، شو أحلى هدية ما بتنسيها بحياتك؟ ما تقيلي هلا أولادي عم نحكي. لا لا لا، عم حضر التوقعات فهيك كنت بعدني مركزة عليهم. هو رح تقولي لنا إياهم لإلنا. اكزاكتلي. يمكن هلا لانه ريسنتلي نقلت على البيت، رجعت على بيتي، فهيدي كانت احلى هديه لإلي انه لحقت ارجع انفض بيتي كله. شو بعد ناقصك؟ وانقل اغراض. ناقصني براده اذا حدا بحب يذبح سجاد. شي مره نسيتوني عيد ميلادك؟ لا ولا مره. عيد زواجكم؟ لا ولا مره. شو حاضر على طول. بقول لك شيء ما بخوف اكثر هيك؟ هو لقلك شغله بيقول المثل ما تخاف الا من البحر الهادي، توني هادي فبخوف. بحس انت تخوفي اكثر بس عشان هيك ماشي حالك. لا بالعكس، انا مترختر، ضلت على نازله عادي دغري، بين يعني ورائي مفتوحه دغري، بعصي دغري بروق. عنده شيء مخبى بعد توني؟ لا مش مخبى، بمعنى مخبى بس انه كثير رايق، بصمدهم 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 وفرد بج بيولع. شو هديتي السنه على اساس الحلقه حتقطع وتكون الهديه طلعت؟ هديته كثير قصص، بس اكيد هدايا ماديه، يعني الهدايا المعنويه اوريدي تحصيل حاصل موجودين. بس حدا يقول كثير قصص يعني ماشي بعد؟ لا بالعكس، شنطه مليانه هالقد، بعدني راجعه من مده من السفر وجايبت لهم معي اشياء من برا، بلس هلا في اشياء ناطرتهم كمان رح جيبها من هون. انا ما بيسوى لنا نحن شنطه بايدك. شربل مساء الخير. تحياتي. شربل لمين بتهدي حمامه سلام؟ مع طريقه المعرض. حمامه سلام او حمامه بس. لا اذا حمامه سلام ما ايه. لكل اللي بيطلعوا بيوتروا لنا اعصابنا هون على هالشاشات كل ليله وبالاخبار وبالتوك شو، عرفتي انه جربوا يشدوا عصب جمهورهم انه يكونوا وداعاء كالحمام او لا؟ بيقدروا؟ خلص انه حكوا بسلام بقى، لانه ما مش ظابط، ما في شيء عم يقنعنا بقى. حتى هن نايمين ما فيهم يكونوا وداعاء. مبالا يعني ما بيكونوا غدعاء الا بالفرشه او لا ليش بيناموا هن؟ اذا عم نحكي على ليش بيناموا؟
إذا عم نحكي عن المفاجآت كمان شربل، مين من السياسيين بفاجئك أكثر شيء؟ ملك المفاجآت بدون ما نبرر ليه إذا بدك. ما في شك يعني ملك المفاجآت النايب وليد جملة. كلنا أول واحد على راسنا. يعني ما حدا بيقدر يكسر له سكوره بالمفاجآت. من عبكرة للظهر لعشية يكون قلب 180 درجة. البعض بشوفها هيدي توازن سياسي عم بحققه بشكل أو بآخر، والبعض بلاقيها مش مفهومة عليها question mark. لا، إذا هيدي السياسة كارثة. هي بطلت سياسة. هيدي لعب على الحبال. ليش السياسي شيء ثابت كمان وجامد؟ السياسي مبادئ كمان. إلا مين ملك المفاجآت؟ مين ملك المتوقع؟ إنه بلا ما أسمعه بعرف شو قال. كمان هي ما منيحة. لا، هي كلهم هيك. كلهم هيك. لكن يا محلي ملك المفاجآت. لا ما هي يا بفاجئك يا إنه صار في روتين بيقتلك. هيدا ما في جديد بقى بالسياسي. جايب لنا مجموعة هدايا على كل حال أنت لكل السياسيين، رح نرجع لها بعد ما نروح لعندها. للسياسيين؟ أنا مفكرة لإلنا. لا هو عنده ولو شربوك في شيء لوليد بيك بعطيك. لا أنا ما بغير رأيي كثير، أنا بثبت رأيي دائما. جو مساء الخير. مساء النور. خلينا نفوت بالسؤال، لمين بتهدي كتاب ديني؟ مين بحاجته هلا؟ كتاب ديني؟ لكل رجال الدين. حلو. حلو. لأنه يعني ما بعرف إنه صاروا هن بمال، مع احترامي لإلهم، والدين بمال. يعني شو ما أخذك يعني عليهم؟ بيحكونا بس الفعل على الأرض بنينا إحنا. إنه أنا إذا واحد مثلا بحاجة لشغلة رح نساعدك ورح نعمل لك كذا، ساعدوه دغري دغري. في سبق بينهم وبين السياسيين على السلطة، مين فيهم أشطر أولك بانتشار بين الناس؟ مين أشطر؟ ايه. هن أو رجال السلطة؟ أو رجال السياسة يعني، ما هن في سبق بيناتهم. في سبق؟ ايه. ما بعرف، أنت بتعرفي أكثر. لا والله أنا ما بعرف شيء. أنا شو بدك لأعرف منك؟ رجال السلطة متمكنين بالله. يعني ضليعين. بس رجال الدين كمان. بتحسهم مثل ما بيقولوا دافنين سوا؟ يعني بيشتغلوا مع بعض؟ مع بعضهم؟ ايه، كل مين بيسند التاني والله. لكن احنا بننام بالليل، ما بعرف شو بيعملوا هن. ما عم بينيمونا نحن. هني ما بيناموا بيحضروا، نحن بنلقي من الخوف. لمين اذا بنحكي كمان عن المفاجآت، صح له جان انه يسجن فكره او شخص مؤبد، شو بتكون؟ مين هو؟ ايه، مين هو او شو هو الموضوع اللي بتسجنه مؤبد ما بدك تشوفه هالموضوع؟ يعني بدهم كلهم سجن يعني. هو صلينا وقت الطياره راحوا فيها سفره ورجعوا، بس صلينا ما زبطت. لا قولوا مش لهالدرجة يا جماعة، ما تكون عاصي. ألين ما عجبك الرد فعل؟ لا قصدك تخربط الطيارة وما ترجع. بعرف، فهمت تخربط على قصدك. ما ينقوا وحدة ثانية وهي هلا فهمت قصدك. نو جان ما عنده نية الأذية، بس كمان حرام البلد الثاني. ويخربوا قطر. البلد الثاني حرام. ألين مساء الخير. مساء النور. ألين لمين بتهدي علاج نفسي يا ألين؟ أحساب ألين حتعالج نفسياً مين؟ ضروري أقول. ما حدا ما تقولي صريحة. لا ما رح سمي. صريحة. رح أقول بعض المدعيات إنه هن مش مطربات بس بدهم يغنوا. إيه. بس. ما بفهمها أنا هيدي، إنه أنا مش مغنية بس بغني، طب أنا مش مهندس وما فيني أعمر بناية. بس سوري، أنت بتغني بصوتك، هن بيغنوا بكل إمكانية. لا ما يغنوا، ما يقولوا أنا مش مغنية، ما تغني، منك مغنية ما تغني. لا بس. تسمحي لي بس اوضح شغله. اوكي تفضلي. هلا ما عندك صوتك مبحوح وما بدك تغني. انا بعتذر جدا، كثير زعلانه منك. بعتذر جدا بس ثقبت بحالي اليوم. تفضلي. ان شاء الله بس حلوه البحر. يرجع تغني على راس السنه الله راضى. قالين ما حق بشغله، بس انا بدي افرق بين اذا بتسمحوا لي الطرب والغنى، لانه الطرب هو اكثر لون، ومش كل الناس اللي بتغني فيها تغني لون الطرب، لانه معروف اللون طربي صعيب. اللي عم تقوليه صح، بس انا مش عم فوت بالتكنيك اذا طرب او لا، انا عم فوت بظاهره تمام. صارت انه ما بقى في شيء اسمه مغنى. انا مع اذا واحد صوته صغير يغني شيء على قده يكون عم بيغني صح، بس مني مع حدا عم يحكي فوق الغنيه. لا انت قصدتي تحديدا، هي قصدت تحديدا اللي بيغنوا بفخادهم وكتافهم، يعني خليني اقول لك اياها دغري. لا وبتقول لك انا مني مغنيه بس بدي غني، انا مش عم اقول انه عم تجي تقول مثلا بدها تغني الاطلال. هو عيونه لما لا لا انا برجع بقول لك من زمان وجايه في شيء اسمه
بيطقطوه او في كثير بيغنوه وما عندهم مساحات صوتيه، ماني ضد لانه بزماناتها كانت تنجح هالقصص، بس اليوم ما بقى عم بيغنوا. خيروا على ثاني سؤال، عم نحكي عن مفاجآت، بشو اكثر شيء فاجئك الشعب اللبناني ايجابا وشو اكثر شيء فاجئك سلبا؟ كمان كل الوقت نحكي عن السياسيين لانه نحن كمان فينا البركه. ليك بيفاجئني اذا بدك بيفاجئني ايجابيا اللبناني يلي عم يبرز برا. ايه بس اللي عم بيفاجئني سلبا انه بيطلعوا الناس على التلفزيون لو بدنا نرجع على السياسه بيشتكوا عن وضع البلد وبالاخر بيروحوا بينتخبوا ذات الاشخاص. فعم نرجع على ذات الدوامه يعني. شرب اعطيني هدايك. طلع الهدايا. بس انا كمان فكرت كادويات لنا. ايه شفتي؟ فرجينا. طيب هلا انا جايبهم لكم سياسي بلبنان. اوكي اذا بشعين اوكي. هلا اذا عجبكم شيء منهم انتم الاولويه لنا. لا السياسيين اكيد ما رح يعجبوكم. معزتكم كبيره فمبروكين عليهم سلف. لا مثلا السياسيين. يلا فرجينا في شيء مثلا. في شيء هلا اني خرجتوني. اه شو يعني؟ شعوبك؟ فرد ماي. بترشي فرد ماي رح بلش برج الحوت شو رح يغرق فيه مثلي ما دام فرد الماي معود يسبح بالماي لمين فرد الماي؟ فرد الماي هيدا جايبه للنائب الشيخ نديم الجميل هيدا مين ابني مشان يعمل توازن رعب مع سلاح حزب الله مشان يعمل نعيمة لا لا ما رح شلك الميك اب ولا بس لا توني اذا زعبر توني دغري رشي دغري رشي فرجيني كمان شو بعد بقى شو رايك شيخ نديم بالهديه؟ يعني يا ريت يا شربي اللي هديتني نقيفه لو تهديني نقيفه كانت بعتقد مفعوله اقوى مفعوله رش هيدي ملفلفه هيدي مش واضحه نو هيدي للنائب للوزير حسين الحاج حسن لا هيدي كادو نو هيدا هي علبه فيها صبر 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 الصبر ايه لانه بعثوا على اسرائيل طياره ايوب وما بعثوا مع صبر بقى جبت لهم صبر اذا مره ثانيه معالي الوزير بدكم تبعثوا بتضل معذب يعني صراحه بتضل معذب لو الصبر سؤال يعني معلش طويل ولا قصير؟ ولا ما بعرف ولا مربع خذوا شوفوا صار حمامة سلام وصبر كمان هيدي للدكتور جعجع بركي عايزها شي مرة رجع تعرض لشي محاولة اغتيال جديدة تركت له يعني واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني سوري بس ليه أصفر؟ 10 طعات في فوتو ايه ليه اصفر؟ ما هو زهره صفراء اللي خبرنا عنها اللي وقتها بعدين بيغار عليه علامه الغيره بيغار عليه يا استاذ شربل ايه بدك تبعث لي مش بس زهره وحده 365 زهره بالسنه بعت له زهره بالسنه على كل حال على كل حال معلش انا عندي ست ريده زهره ولا هو لا عندك انطوان زهره كمان انطوان موجود على طول هلا هيدا مغلف كمون منشان هيدا للوزير جبران باسيل ليرش يا كمون ليرش على وعوده تبع الكهرباء يا شربي بتضحي هيدا المغلف بس لك لازم تكثرهم يا شربي لتكذبوا اكثر من ظرف شو هيدا المغلف ما بيعمل شيء بدك تبعث لي شي 10 كيلو شفت طيب بلش هاي بيعمل حارقه هيدا شو بعد هودي شكوش وبنسى ومفتاح هؤلاء الجنرال للاصلاح تربية بعدني بنسى وشكوش بدي دقك فيهم هيدا حبل للنائب للشيخ بطرس حرب لا تما يطلع بقى بالاسانسور عم تعرض لمحاولة اغتيال بدندل الحبل وعلى طول بيعربش على الحبل ولا بيقعد بيصلي وبيسحبه سؤال بس الحبل ضروري اوكي بس اذا كنت يعني بلا كطرزان بلا شيتا بدك او مع شيتا هيدا القرار لا لا اذا بدك في جين انت بتمشي الحال في هيدي ليكو هي شو مهضومه لمين؟ هي مش مهضومه؟ كثير هيدي هي للشيخ احمد الاسير بحطها على يمينه فضل شاكر على شماله ما زالت
هنا ما زال هناك فضل شاكر أن لست بحاجة إلى باربي، لست بحاجة إلى باربي. طيب المفضل خلصة بحاجة إلى باربيكيو. في هدي للأستاذ عقاب صقر وفيها حليب. إيه إذا عايز بده، إذا جعت أنا في تركيا ممكن أسوق الحليبات. إيه صحتين عالبك، ما في مشكلة. في شو بعد في؟ وليد بيك وين؟ هودي صور للشيخ سعد. تتذكر جويكا وبعلبك و طب ما ننسى البنات فقرة بيت الدين من الثياب. هلا هو ما بينهم بيبعثوا لنا تور السال والشانزليزيه. هذا كلام، هذا كلام. هيدا خصم 25% للاستاذ جورج عدوان من صالون يقبش للعناية بالبشرة. مسيو شربين وبيعملوا شافت للدهون. سوري كريستيان، بس ما لازم اعرف. هيدا اخر شيء شو؟ هيدا لوليد بيك بنختم فيه. هيدا وليد بيك مشان تثبت لك شي مره على يعني هيك موقف قرار. بنصحك 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 يا استاذ شربيل، تبعت لي بطون مسلح على القليل، يعني هذا بيلزق بيخفف الحركة بس مش أكثر. تضمن التثبيت. خذي الهدية إذا أنتوا عجبكم شيء منهم المقدم. ألين ألين هلا شربت الحليبات. ميرسي بدت هاي لطوني ليجمد بالبيت. إذا بدك تجمدي طوني بالبيت بدي البوبي. شو معقول ينتقموا منك يردوا طوني جمد اللي هلا انتقدتهم كلهم بشكل أو بآخر؟ شو بدهم يردوا؟ إذا بيردوا إنه شوي يعني بيعرفوا إنه هيدا هيدا لسان حال الشعب، مش أنا وحدي عم بحكي من عندي، بتصور الكل بيحكوا هيك. إذا بدهم يردوا يردوا وما بقى يضحكوا على الشعب. خلينا نشوف هالمرة مستبدلين آخر سطر بالبرنامج بإنه يكون في فرصة لكل ضيف إنه يكون بشكل أو بآخر عم يطرح سؤالاته كمان. خلينا نشوف الضوء أول شيء رح يضوي عند مين ليقعد مطرحي. سؤال لكريستينا، هل هل تعتبر حالك كريستينا صوايا بفترة يلي قعدت فيها ملكي وهي بعد ملكي، يعني إنجازاتها كانت مثلها مثل غيرها من الملكات اللي سبقوها ولا اللي إجوا من بعدها ولا غير شيء؟ بكل صراحة من دون زعل طبعا، بس ما بحب المقارنة. إنجازاتي كانوا نسبة للفترة ولايتي كانوا كتير منيح، لأنه في أعتبر حالي من الملكات ولست الوحيدة يعني اللي اشتغلت كتير على الأمور الإنسانية والاجتماعية، وطبعا مثلت بلدي خارج لبنان وفزت بلقب ميس انترناشونال، ولهلا بعده مستمر مشروع بيتنا للمسنين اللي بلشت اشتغل عليه من وقت مس لبنان مع جمعيه الاسعاف والخدمات الاهليه دهور الشوير، وهيدي شغله اكيد بفتخر وبعتز فيها. ثانك يو، يعطيك العافيه. هقلين شقلين، بتعتبري حالك انك قلعتي فنيا لوحدك او لانه شهرة اللحوت كانت دعم لانطلاقتي؟ بدك اقعد هونيك لتطلع فيك. لا لا ما انا عندي شايفتك صغيرني. لا قلعت لوحدي، بعدين الاسم اجى ساعد، يعني بالاول ما كان معروف انا مين، لانه انا بلشت برات لبنان، ثاقبت ربحت جوايز برات لبنان، فكروا بالاول الناس انه لبنانيه عايشه برا وبعدين اجت على لبنان، هيك بلشت. بعدين وقت بلشت الصحافه تركز اكثر على شو بعمل صاروا يعرفوا انا مين. الاسم كتير ساعد، بس فعليا لا انا اشتغلت لوحدي وبعدني لليوم عم اشتغل لوحدي. يعطيك العافيه. طيب ريما، شو عندها مواهب ريما غير التقديم نحن والجمهور ما بيعرفها؟ اكيد مش الاغاني اللي حكينا عنها قبل شوي. لا هي مش مواهب، هي المواهب دائما الاخر بده يقول لك شو فيك انت، لانه انا بكتب وما بعرف اذا في مواهب تانية بدنا نشوف اذا انتم بتكتشفوها ممثلين ومخرجين، بركي بنشوفها بعدين. تمثيل قالينا عم تفضح. هلا عم تفضح. بس انا سمعت صوت حلو ودندني هذيك الساعه تحت الهواء نحن وبالبريك. ايه بس انا صوتي مبحوح، جاي مأخرة ساعه صوتي مبحوح. ما بتردي لي اياها.
بركي بركي هلا بالحلقه بعد شوي. طيب اعزائي المشاهدين بنتابع نحن وياكم فاصل اعدادي وبنتابع. ما في حدا بالدنيا الا ما بيتمنى يتلقى هديه خاصه نهار العيد. كثير حلوه فكره الهدايا للسياسيين منك شرب الخليل، ان شاء الله يبادلوا لك هن الهدايا لانه انا بعرف انه هلا هن ببيوتهم وعم يحضروا ويسمعوا، ان شاء الله هيك هالسنه الجديده تتبحبح الهدايا لك ولكل الناس.